انا اخوتي طلبوا من الله على قدر انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. لاول مره تشاهد القناه هذه ما يبقاش عندنا بواحد الاشتراك وبواحد اللايك فضلا لا امرا بطبيعه الحال، ومداومة الفيديو هذا على بركه الله. كما تعرف الجميع يعني ابتداء من اليوم 1 ابريل يعني دخلت قوانين جديده لتخص المساله ديال الجواز الاخضر والماسكرينا كذلك، ولو انه يعني الحالات ديال الوباء لا زالت يعني مرتفعه تقريبا لغايه البارح. الاحصائيات ديال البارح 31 مارس راه لي نوفي بوزيتيف وصلوا 73195، دي تشي سي يعني الوفيات 153 فرد. كذلك الثيرابيا انتنسيف او العنايه المركزه اللي لاحظت واحد شويه ديال الانخفاض يعني ناقص 13 يعني بوست اللي خاصه بهذه العنايه المركزه. ومع ذلك الدوله يعني اتخذت بعض القرارات التخفيفيه كما تشوفوا معايا دابا الجرين باس راه فرصته ابتداء من الاول ابريل حتى 30 ابريل يعني الشهر كامل. هذه هي القوانين اللي كاينه دابا. هذاك الجرين باس راه فرصته غيكون مطلوب فقط يعني في البيسين باليسترا في الكيوزو يعني في المغلق، في المؤسسات يعني الصحيه كذلك، في بلاصه ديال المؤتمرات، في البلاصه اللي يكون فيها يعني السبيتاكول يعني الجماهير بزاف في الكيوزو دائما في المغلق ضروري يعني من هذا الجرين باس فرصته، في الديسكوتيكا كذلك، في الحفلات، في لي سالي دات جوكو يعني ضروري من هذا الجرين باس فرصته اللي تتخذ عن طريق يعني اللقاح او الشفاء من هذا الوباء هذا. وكذلك ما غاديش يبقاو يطلبوا العباد الله يعني ذاك الجرين باس في الطوبيسات المترو، ولكن ترانسبورتو لوكال يعني في وسط المدينه، كذلك في الريستورانت ولا في البار في لابيرتو يعني خارج الريستورانت ماشي في الداخل ديال الريستورانت، يعني ما يطلبوش الجرين باس كذلك في الالبيرغي ولا المتاحف ولا المحل التجاريه ولا في البنكة ولا اي ولا البوستا كذلك ولا اي اوفيتشو كما كان ديال الدوله، يعني ما غاديش يبقاو يطلبوا لعباد الله الجرين باس. ولكن في المقابل غادي يطلبوا لنا الجرين باس دو بازي ابتداء يعني من اليوم حتى الاخر ديال هذا الشهر هذا. بالنسبه للترانسبورتو لونغو بيال كورنسا يعني المسافات الطويله ضروري يطلبوا لنا يعني الجرين باس في الريستوران ولا في البار كذلك في الداخل يعني في الكيوزو في المغلق ضروري من جرين باس دو بازي. وكذلك حتى في الملاعب ولا في شي تجمعات يعني في لابيرتو كذلك، وكذلك في ليمينسي لافورو ضروري من جرين باس دو بازي ماشي جرين باس راه فرصته. حتى بالنسبه لي يعني الاوفر تشيك مطلوب فقط يعني دابا غير جرين باس دو بازي هو اللي مطلوب، واللي تيتخذ عن طريق يعني الفاتشينو ولا الشفاء من المرض ولا يكون انسان داير طامبوني يعني ضروري منه هذه المساله هذه. هذاك جرين باس راه فرصته راه ما بقاش مطلوب الاوفر تشيك وانتا. كذلك كان الانسان غادي يمشي يدوز يعني شي مباراه ديال التوظيف او شيء من هذا القبيل او تيدير شي دروس ديال التكوين ولا شي حاجه ضروري من هذا الجرين باس. المهم هذا كل ما كان يتعلق بهذه القوانين الجديده اللي غتبدا ان شاء الله ابتداء من اليوم الى غايه الاخر. نتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.